فلتذهب الظروف إلى الجحيم، أنا من يصنع الفرص. كن مثل الماء، فهي لا تنكسر ولا تطعن ولا يمكن مسكها، وهي تتخذ شكل الكوب والإناء وأي وعاء كان، ولها القدرة على اختراق وتفتيت أي شيء. كلما أعطينا قيمة أكثر للأشياء، كلما قللنا من قيمة أنفسنا. لم أخشى من شخص تدرب على 1000 ركلة، لكني أخشى من شخص تدرب على ركلة واحدة 1000 مرة. الحكيم من الممكن أن يتعلم الكثير من سؤال أحمق، أما الأحمق فلن يتعلم الكثير حتى من سؤال جيد. البساطة هي مفتاح التألق. دائما كن نفسك، عبر عن نفسك، ثق في نفسك، لا تخرج للبحث عن شخصية ناجحة وتقوم بتكرارها. منذ أن كنت طفلا كانت لدي هذه الرغبة الغريزية للتوسع والنمو. بالنسبة لي، وظيفة وواجب الإنسان هو التنمية المخلصة والصادقة لإمكانيات المرء. استوعب كل ما هو مفيد، وأضف إلى نفسك أشياء من اختراعك. لولا الرصاص لحكمت العالم. إذا قضيت وقتا كبيرا تفكر في شيء ما، فلن تنجزه أبدا. الشخص الأخطر هو الشخص الذي يستمع ويفكر ويلاحظ. معلوماتك ستعطيك القوة، ولكن شخصيتك ستعطيك الاحترام. من أجل السيطرة على نفسي، لابد لي أولاً قبول نفسي بالتماشي معها. كن مثل الماء، يشق طريقه من خلال الشقوق. لا تكن حازماً، ولكن تكيف مع الأجسام. يجب أن تحرر عقلك من العادات القديمة والتحيزات، عمليات التفكير المقيدة، وحتى الفكر العادي نفسه. تذكر، النجاح رحلة وليس وجهة. لا تسمح للأفكار السلبية أن تدخل عقلك، لأنها هي التي تقضي على الثقة بالنفس. المزاج السريع سيجعل منك أحمقاً على المدى القريب. المعرفة لا تكفي، يجب علينا التطبيق. الاستعداد لا يكفي، يجب أن نقوم به.